معاكم من جديد. احنا بنتكلم على الدولار وعلاقته بالجنيه والخفض العملة، لكن الحقيقة انه مرة اخرى مركزي وحده لا يستطيع ان يقود العجلة الاقتصادية. هنا الادارة الاقتصادية وكل كل الناس اللي اتكلمت قبل كده بتتكلم على سوق الإدارة الاقتصادية. طبعا. ايه اللي مطلوب بعيدا بقى عن المركزي؟ طيب انا عايز اقول حاجة قالها برضو اخويا محمد في اخر كلمة ما لحقناش نتكلم فيها. قال الثورة لو ما كانتش الثورة جت كنا قدرنا نكمل بالمعدلات القديمة والكلام ده كله. أنا مش عايز أفصل المؤامرة اللي معمولة على مصر. يعني أنت سواء كنت عملت ثورة ولا مش، كنا هنوصل اللي إحنا فيه ده دلوقتي، والدليل كل الدول اللي حواليك. وبالتالي أنا كل ما أخشاه إن نكون إحنا قاعدين بننظر هنا السياحة هتبقى إزاي والاستثمارات المباشرة والكلام ده كله، وتكون في مؤامرة بتحاك ليكي انك انت تفضلي راكعه ما تقوميش. على فكره ده منطقي برضو، يعني انا برضو ما بحس في مؤامره مش قادر استبعده. نتكلم على الاداره الاقتصاديه الرشيده. الحقيقه انا اول حاجه عندي زي ما قلت لك السياسه الماليه بتاعتي فيها دعم لازم يتبص فيه بسرعه. الاهم من كده انت عندك، انا حسبتها الحسبه موجوده مش عايز اخش في تفاصيلها، لكن انت عندك هدر في تحصيلات الضرائب بحوالي 600 مليار جنيه في السنة. انت كل اللي بتاخديه من الموظفين ومن الناس المسجلين رسمي 300، مش مكملة 300، في 600 متهدرين. ده اللي هم ايه؟ اللي هو الاقتصاد غير الرسمي، اللي غير الرسمي والرسمي. لا يعني في دكاترة تروحي تلاقيه بيدفع في السنة 10,000 جنيه، هو بيدفع له 10,000 جنيه في اليوم، وانت عمال تعلي على الشريحة على المنضبطة. عمال تضربي في المربوط. فالسايب فأنا حسبتها أنك أنت الدخل الضريبي بتاعك لازم يكون في حدود 30% إذا كنت بتقارني نفسك باليونان أو بالمكسيك أو بالبلاد اللي زينا. 30% من جي دي بي بتاعك. الناتج القومي الإجمالي بتاعنا 2 تريليون، وفي تريليون هنقول تريليون مش 2 تانيين في الاقتصاد غير الرسمي، 3 تريليون. 30% بتاعتهم 900 مليار، أنت اللي بتلم 300، عندك 600 مليار جنيه سنويا إهدار في الضرائب. فأنت عندك منظومة الضرائب بتاعتك سيئة جدا. عندك اللي زي ما قلت لك تحويل الدعم، عندك 6-7 مليون موظف حكومه غير منتج ما بيخشش في جي دي بي بالناس بتوعهم بحواليهم. بس الرئيس قال ان انا مش هقدر اخفض الرقم ده برغم ان احنا محتاجين مليون واحد بس. عندك خطه لكن بقى. انا مش هقدر. انا مش عايز في يوم وليله، عشان كده بقول احنا محتاجين الى تخطيط لمده 20 سنه. يعني خطه 20-30 دي اللي اتعملت انا كان نفسي اشوف فيها الشق بتاع اعاده هيكله الحكومة والقطاع العام علشان نوصل في وقت ما. حتى وانا دلوقتي رايح اموت اقول لا ده انا ابني هشوف يوم كويس، انا مش قادر اشوف هذا اليوم دلوقتي في غياب تخطيط الا التخطيط اللحظي اللي احنا عايشين فيه. مناخ الاستثمار، حضرتك بتتكلمي على وزير استثمار بيتكلم على قانون استثمار بقاله اكتر من سنة وعنده معوقات انا عارفه شخصيا وبعضر معاه اجتماعات. انت بتحطي ايدك في عش الدبابير عشان تسحبي من المحليات ومن المجتمعات العمرانيه ومن الهيئات اللي تصاريح الاراضي، تصاريح البنى، تراخيص البنى، التراخيص التشغيل، الكلام ده كله مش عارف ياخده. قامت عليها مصالح خلاص لا يريد احد ان يتخلص منها. حضرتك الفساد هو نمره واحد في مصر ومتغلغل وراسخ رسوخ الاشجار اللي بقالها 50 سنه. ده مجهود لوحده وعايز 500 هنا وزير بقى. هنا بقى اعمل بارل سيستم، اعمل نظام موازي مثلا لمده 4 سنوات اكتر كمان، لان انا مش هقدر ان انا اصلح 10 سنين. امر ضروري. يعني انا بقول يعني اهم من ان انا اخد اجراءات شكلها حلو وقوانين شكلها حلو واقول ان دي هتجيب نتيجه بسرعه. شباك واحد وشباك واحد ما فيش شبابيك. اهم منها مين اللي قاعد على الشباك؟ اهم منها ان احنا نعمل السيستم اللي هو من خلاله يبقى عندنا رؤيه مستقبليه 20 سنه و30 سنه نوصل في 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 نيتهم الى وضع زي ما بالظبط احنا كنا، احنا وكوريا كنا على درجه واحده. كوريا بقت فين واحنا فين؟ احنا وسنغافوره كانت دي تعتبر قريه بالنسبه لحجم مصر. سنغافوره دي ما شاء الله يعني 60 ضعف النمو بتاعها مقارنه بمصر. فبقول لازم يتحط السيستم اللي هو طويل الاجل، وزي ما حضرتك تفضلتي من مش عيب ابدا ان احنا نعمل بارل سيستم ونجيب من حيث انتهى الاخرون نبتدي نطبق. ما نخترعش العجله من الاول وجديد، لان دي اخطر حاجه ان احنا نبتدي في الظروف الحاليه نحاول نقعد قافلين على بعضنا اوض ونبتدي نقول سيستم من جديد. لا انا بجيب التجارب الناجحه واطبقها زي ما هي. اشوف اللي بينافسني وبياخد مني استثمارات
اعمل قانون استثمار مماثل لي، اللي بينافسني وياخد مني سياحه اعمل مقومات سياحه مماثله لي، وهكذا وبسرعه جدا، لان ما فيش وقت زي ما قال الرئيس اكتر من مره. ليه الشهادات الدولاريه يعني ما عنديش معلومات انها يعني في كلام انه في اقبال، لكن بصراحه لو كان كانت هناك ارقام كبيره اعتقد بعد قرار البنك المركزي بفتح الايداع والسحب ستشهد اقبال على الشهادات. المساله كلها ما كانت مساله ثقه بالدرجه الاولى، يعني طالما الموضوع رجع ان انا اقدر احط فلوسي واسحبها تاني، حاجه خطيره جدا. واحد يعني كان بحط فلوسي ما كنتش بعرف اسحبها، وديع مليون دولار وعايز يسحب منها، يقول لك كل تعالى كل يوم خد 10000 دولار، يعني يقعد 10 سنين عشان ما ياخد فلوس. هل الشهادات الرفع العائد على الشهادات الدولاريه في الداخل بقى، مش البلادي اللي في الخارج، اللي في الداخل دي ممكن تطلع الدولار اللي تحت البلاطه؟ يعني انا هقول اصل انا مشكلتي ان انا ممكن ابقى لابس برنطتين، البرنطه الاولانيه انا راجل مالي فبشوف الريتنج بتاع البلد وبشوف الييلد بتاع البوند قد ايه، وبقول لا ده ال 3.5% او ال 4 او ال 5% اقل قوي من السنجل بي او الدبل بي اللي احنا فيها، فانا كواحد فاهم دي 5.7 5 سنين. طيب انت مش عارفه 5 سنين الانترست ريت في العالم كله هيحصل فيه ايه، واول ما يجي يطلع يعني سيبك من القصه دي كلها. اذا كان حد الريسك فاكتور هو اللي انت لازم تظبط طبعا. فانا يعني انا قلق كانستيتيوشنز هتخش تكتتب في هذا البوند سواء بره او جوه، انما كانديفيديوال عادي واحد مصري مدخر عادي او عنده دولار حاطه في البيت ومش عايز يقلب جنيه لاسباب التحوط، طبعا يعتبر عائد كويس قوي وبينصح بيه. او انا شخصيا بنصح الناس ما تحطش في ابو 5 سنين، تحط في ابو سنه لغايه لما نشوف سعر الفايده هيبقى ايه، او ابو 3 سنين يعني، او 3 بالكتير، لكن 5 بعيده قوي عن الواحد يقدر يرى رؤيه للخمس سنين. ايهاب اتفضل يا ايهاب. اهلا اهلا لميس هانم، انا مبسوط جدا بالمناظره اللي حضرتك عاملاها، ودايما مذيعه متالقه جدا، وبشكر سيادتك ان انت دايما ملمه بالمشاكل الموجوده عن قرب من الشارع المصري، وايضا المواطن، لان دي تاثيره كل يوم بما يجري من احداث وقرارات بتطلع، المواطن بيحسها عن طريق الشارع. وانتي بصراحه بتاخدي المواضيع اللي هي الهوت كيس يعني في البلد، وبرافو عليكي برافو عليكي. شكرا. في الموضوع بقى يا ايهاب، يلا خش في الموضوع. احترم جدا الضيوف الكرام اللي موجودين مع حضرتك، والنقطه اللي انا مستغرب لها بالنسبه للي بيحصل دلوقتي من القرارات، ازاي البنك المركزي يدفع بقرارات كل يوم مع وضد في ايداع افراد او شركات، لا شركات لا افراد، لا حد اقصى، لا حد اقل، لا حد صرف، لا حد ايداع، وكان يفترض ان وكمان يفترض على المستورد ان هو يديله ان هو لازم يدفع كامل القيمه للمورد الاجنبي. طب انت كنت بتديني فتره سماح يا مورد يا اجنبي عشان انا اعمل 50% وال 50% ادفعها كريدت او على 3 شهور. دلوقتي حضرتك دلوقتي بتصر عليا ان انا ادفع الكامل القيمه للمورد. طب انا كنت هاخد ال 50% ديت يا فندم استثمرها جوه بلدي لغايه لما يجي وقتها ال 3 شهور. انت دلوقتي بتلزمني ان انا ادفع للمورد كله، يا اما تقفل عليا ال 50% ديت لغايه لما يجي وقت المورد. هل ده يعقل؟ يعني طيب ده أنا هخلي الاساتذه يردوا، بس انا بتهيألي ان الفكره من هذا الامر هو ان انت تقيد الاستيراد. انت بتحاول تقيد الاستيراد عشان بتقول لك انت مش بلد يعني في حاله رفاهه، وبالتالي انا مش محتاج كل الواردات دي، فهي دي النقطه. بس اخلي الاساتذه يردوا على حضرتك يا استاذ ايهاب. انطون اتفضل. مساء الخير مدام لميس. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معلش انا يعني هعرض نقطتين، انا بحاول من فتره اكلم حضرتك كل ما تستعرضي الموضوع بتاع الدولار والمستوردين والمصدرين. انا احد صغار المصدرين في مصر، واشكر ربنا ان انا ناجح في النقطه دي جدا، بس انا بعاني من نقطتين، وبدايتها من بدايه الاستاذ هشام رامز ما كان بيجي مع حضرتك في حلقات كتير بيتكلم على موضوع الدولار. وانا واحد من الناس يعني كنت بقترح، هو اقتراح بسيط جدا، واتمنى لو عملي من الاساتذه يقولوا رد. اتفضل قول يا انطون. العائد من الدولار للشركات المصدره، انا ايه المانع ان انا اودعه في البنوك المصريه في بنك، يعني في البنك بتاعي، بس في حاله ما انا احتاجه
في عمليه استيراديه خاصه بي اخد نفس ما ارجعته طيب. داخل البنك. طب ما هو ده اللي موجود يا انطون دلوقتي. لا ما بيتفقش يا مدام لميس نهائي، لدرجه مديرين البنوك قالوا لي ده الكلام اللي بيقوله مستر هشام رامز في الحلقات مع مدام لميس. ده زمان، ده وقت ما كان هشام، لكن دلوقتي يعني وانا يعني دلوقتي ما بينفذش، حتى دلوقتي برضه دلوقتي ما بينفذش. بيرجع تاني يخش نهائي. دور في الاولويات نهائي. بيرجع ياخد يعني تاخد دورك دور في الاولويات تاني. لا ليه بس ثواني يا جماعه، مش في الحدود بتاعه المليون دولار اللي هي الايداع لمليون دولار؟ لا يودع بس ما يقدرش يفتح يودع اعتماد. بس ما تقدرش تفتح اعتماد الا طبقا للاولويات اللي حطتها وزاره التجاره والصناعه. انا جاي لي حصيله زي مثلا 100,000 دولار حطيتها للبنك وما صرفتهاش ومش هروح اصرفها مع شركات الصرافه، ايه اللي يمنع ان انا لما احتاج 50,000 100,000 منهم اخد ما يوازي مش اكتر؟ مش معقول احط دولار في البنك قيمته 7 جنيه وكسور، وراجل لما استورد حاجه خاصه بيا واخدها ب 9 وحاجه. مظبوط، يا اما ده اللي بيخليك ساعتها تخلي الدولار بره البنك. بالظبط، بخليه دي نقطة مهمة. أقلل الريت اللي ما بين دي نقطة مهمة عشان لأن بيبقى الفرق أحيانا جنيه ونص وأكتر. دي نقطة. بس الشركة دي واحدة، أنا هسأله سؤال. الشركة اللي حضرتك بتصدر بيها ويجي لك حصيلة من بره، هي نفسها يعني أنت هتستخدمها في استيراد مواد خام عشان تخش في الحلقة بتاعتك، ولا دول عمليتين ما لهمش دعوة ببعض؟ لا، حتى لو استعمال شخصي انا حطيت 100 اخد 100، ما اخدش 101. مش لا، حطيته جاي من بره في صوره تصدير. في صوره تصدير. طيب وبتستورد ايه؟ بتستورد مواد خام عشان تشغل بيها مصنعك وتصدر، هتصدر تاني؟ مواد خام؟ لا انا اقصد مواد خام او غير مواد خام. لا هو بيقول لك حتى حق يا سيدي انا اللي جايب الفلوس دي. لا ما هو الدوله حاطه اولويات للسلع اللي بتفتح لها اعتمادات في البنوك، وده بيفتحه بسرعه. ما انا شفت مصدره جبت الدولار استاذ ماهر. لا ما جابش دولار لاستخدامه الشخصي. هو بيتكلم على ان هو يبقى حر الحركه في المبلغ اللي جابه. واعتقد ده فير يعني، اعتقد طلبه فير. وده مش انا اللي اعتقد اذا الكلام ده تم يبقى خطوه ايجابيه ثانيه على طريق اعاده الثقه. طبعا هتشد، تبقى على اعاده الثقه، لان دي حاجه مهمه. الناس تدخل الفلوس في السيستم. انا بصدر جلد او ملابس وبستورد اكل كلاب، التصدير جه ودخل في الحصيله بتاعتي، لكن اكل الكلاب مش من ضمن القوائم اللي بتفتح لها اعتمادات، وبالتالي اذا كانت الاستيراد نتيجه عجله الانتاج نفسها اهلا وسهلا. اذا كنت هتستورد حاجه غير اللي حاططها قائمه التجاره والصناعه يبقى لا، استنى وخد دورك. طب ما انا بخلي، طب ما كده بتخلي المصدر ده مش هدخل الفلوس. مش هدخل فلوس انا، هخليها في بيتنا. مش في استماره بتاع ده وفي 50 حاجه. لا طيب انطون عايز تقول حاجه تانية؟ خلص بلاش مشي انطون. جيهان اتفضلي يا جيهان. مساء الخير يا مدام لمين. مساء النور، اهلا بيك. انا بحيي حضرتك وحيي ضيوف حضرتك ومشكرين جدا على الحلقه الجميله دي، لان حضرتك بتلمسي حاجات مهمه جدا في حياه المصريين. شكرا. انا عايزه اسال حضرتك بس ارجوكي تردي عليا. انا دلوقتي ليا اخواتي موجودين في الكويت وعايزين يشتروا شهادات دولاريه، هيشتروها منين وازاي؟ مفيش اي توضيح للموضوع ده خالص. دي نقطه. ثاني نقطه حضرتك، احنا كنا سمعنا برضو في القنوات الفضائيه ان اللي من بيشتري شهادات دولاريه من حقه انه خلال الخمس سنين اللي جايين انه يدخل عربيه بدون جمارك، هل الكلام ده صحيح ولا خطا؟ بعد اذن حضرتك. لا كمان انا موضوع العربيه ده لم اسمع عنه من قبل الفضائية ولا لا 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 معلش خدي الكلام من عندي حضرتك. اتفضلي. مفيش المعلومه دي خالص، لم اسمع عنها على الاطلاق. وكان عندنا السيده الوزيره وزيره التعاون وزيره الهجره، وكان معانا رؤساء البنوك، مفيش كلام ده خالص، مفيش موضوع العربيات ده. ده قصه تانية. لكن اما بالنسبه للشهادات تشتريها منين؟ تشتريها من فروع البنوك المصريه اللي هناك. صح. طب سؤال بقى، لو هي البنوك دي كلها لها فروع هناك في الكويت؟ لها فروع او لها مراسلين. يعني مراسلين بيبقوا مثلا افرض مثلا بنك المشرق مثلا. اه. او تاخديها من على النت مش كده؟ في على النت، انا وانا جاي سمعت في الراديو ان فيها الكترونيكلي بتقدر تخش. وممكن يعني يحول للبنك بس يبقى داخل. وممكن تطلب للبنك. بالبنك اللي في مصر. دولار على النت. البنك اللي في مصر هنا يقدر يتفق يعني حد يكتتب له ويتم التحويل ويبقى معروف ان ده جاي من الخارج. من خلال السيستم. عموما بص يا جيهان، انا هخلي بكره نتصل بتاني رئيس بنك برضو من البنوك الثلاثه ويشرح لكم التفاصيل دي احسن. جبريال خميس. ايوه اتفضل يا فندم. مساء الخير وعلى ضيوفك الكرام. مساء. نحييكي طبعا انك انت دايما بتتكلمي فيما يمس نبض الشارع المصري. شكرا. والاقتصاد المصري. اشكرك يا فندم. نمره واحد، حضرتك وكل الفضائيات وكل حتى الصحف بتتكلم على نمرة اتنين اللي هو ايه؟ الاجراءات الاقتصادية.
محافظ البنك المركزي، خبراء المال، خبراء الاقتصاديين. نمره واحد ايه بقى يا فندم؟ كل ده يا فندم بيندرج تحت الاجراءات الاقتصاديه، لكن ما حدش بيتكلم في اساس الاقتصاد. نمره واحد في الاقتصاد، الاقتصاد انتاج. نمره اتنين انتاج نمره واحد تنتج اللي انت بتستهلكه. احنا مثلا اكبر دوله مستهلكه للقمح في العالم، صح. يبقى ننتج اكبر كميه تغطي احتياجاتنا. ما حدش بيتكلم على معوقات الانتاج اللي هي بتعمل اقتصاد. ما حدش بيتكلم على المعوقات اللي بتعيق وصول السائح لمصر. بنتكلم على اجراءات سياحيه، بنتكلم على اجراءات ماليه. يا ريت انا بناشد حضرتك انك انت ومن خلال التلفزيون بتاع حضرتك رئيس الجمهوريه بتاعنا، زي ما عمل ثوره على فساد الجماعات الدينيه، يعمل ثوره انتاج. ثوره انتاج هي اللي هتبني اقتصاد البلد، هي اللي هتجيب 20 او 30 مليون فلاح مصري. لو كل واحد فيهم بس انتج راس ماشيه، يبقى هنصدر لحوم مش هنستورد لحوم. نعم، هو ده الاقتصاد. بشكرك يا جبريل. كامل احترامي للاجراءات الاقتصاديه. مفهوم ثوره الانتاج مفهوم، والانتاج الحقيقه هو القضيه، قضيه انتاج في ودي مقومات اي اقتصاد. طيب حسنين اتفضل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا مدام؟ ده سعادتك. انا سعيد جدا بالحلقه حضرتك، وانا حسنين شبانه وكيل وزاره ورئيس مكافحه التهريب بمصلحه الجمارك السابقه. اتفضل يا فندم. انا بستاذن سعادتك بالنسبه لموضوع الدولار. هي الحقيقه فعلا هم يعني الدولار عباره عن طلب، عرض وطلب، لكن للاسف زي ما حضرتك قلتي، وانا بعقب على كلام حضرتك اكتر حاجه، ان قلتي مش محافظ البنك المركزي هو هيبقى المسؤول بالدرجه الاولى وبنظم الفلوس المركزيه. لابد من وجود لجنه من محافظ البنك المركزي والسيد وزير الماليه والسيد وزير الاقتصاد والسيد رئيس الغرفه التجاريه ورئيس مجموعه المواطنين. ليه بقى؟ اولا حضرتك قلتي ان حجم الاستيراد توصل لحوالي 90 مليار دولار. طب لو كانوا حجم الاستيراد وصل 90 مليار دولار، طيب انا هاخدها من جانب ان في دي عليها ضريبه تبعات بالنسبه للسلع المستورده. لو فرضت ان ال 90 مش كاملين عليهم ضريبه تبعات، عليهم مثلا 70 مليار عليهم ضريبه تبعات، ضريبه تبعات تتراوح من 10% لاعلى من 10%، يبقى عليهم حصيله حوالي 7 مليار دولار. 7 مليار دولار في سعر البنك المركزي 7 جنيه 83 قرش، يبقى النهارده حصيله الضرايب المبيعات على السلع المستورده هتعدي 52 مليار، 52 مليار جنيه، والكلام ده مش موجود. ليه؟ ده مش موجود بالظبط. في تهرب ضريبي. طبعا في تهرب ضريبي، طبعا تهرب الضريبي والتهرب الجمركي من اخطر ما يمكن، هو اللي مأثر التأثير السلبي على مصلحة الدولار. طبعا دي حاجه. سريعا سريعا يا استاذ حسنين. ولذلك سعادتك لابد ان السيد وزير الماليه يبقى دي النقطه الاساسيه في التهرب الضريب والتهرب الجمركي، ده اساسا عامل اساس هيحد من عمليه الايه؟ نعم الدولار، وفي نفس الوقت هيؤدي الى زياده الايرادات اللي هتعدي. طيب. اللي هتؤدي الى شكرا. ميرسي يا استاذ حسين. اخد علاء وده اخر تليفون. طيب كلمات اخيره بقى استاذ هاني. كلمه اخيره عايز اقول برضو ان الصوره ما هياش يعني مظلمه قوي للدرجه دي. احنا عندنا جزء كبير قوي من الناتج القومي الاجمالي بتاعنا نقدر نشتغل عليه. احنا عندنا 90 مليون نسمه بياكلوا وبيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا وبيسافروا وبيتفسحوا. دول سوق، وزي برضو ما الدكتور محمد العريان قال في خطابه مع الرئيس، تنشيط الطلب الداخلي كمكون رئيسي من مكونات الناتج القومي الاجمالي. ما هو ده طبعا الطلب عشان يبقى فيه قدامه انتاج سلع وخدمات. طيب استاذ ماهر. انا بقول يعني انا بقول الحركه بدات من محافظ البنك المركزي، حركه ايجابيه لابد ان تستكمل بحركه على الاصعده الاخرى. يعني بقول مثلث الاقتصاد سياسه ماليه ونقديه واستثمار، لابد ان يتحرك الاستثمار والسياسه الماليه ايضا. زي ما قال الاستاذ هاني ان في عندنا نقص كبير في الموارد اللي هي من خلال دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة. أيضا يعني كلمة أخيرة على الدولار، هي إزاي ندخل من هو خارج السيستم إلى داخل السيستم. هي دي التحدي الموجود ده من المحافظ الحالي، وإن شاء الله أعتقد بالإجراءات اللي بياخدها حاليا
قد نصل الى نتيجه في وقت قريب جدا ان شاء الله. هو قادر على كده الحقيقه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ هاني توفيق، استاذ محمد ماهر، والحقيقه انه بضيف بقى لي كل الاساتذه قالوه انه المستثمر يحتاج الى نظام قضائي عادل، ده اللي قاله دكتور كبيش في بداية هذه الحلقة. المستثمر يحتاج إلى منظومة قضائية سريعة وناجزة وعادلة. المواطن الحقيقة أنا محتاجة أن أنا أحس أن أنا قدام قضاء عادي، يعني قضاء عاجل وناجز وعادل. فالحقيقة أنه بدون إصلاح منظومة القضاء في مصر مش هنقدر ان احنا نوصل لاي حاجه. هي دي المنظومه الاساسيه. مفيش مستثمر هيجي طول ما هو حاسس ان هو هيتمنع من السفر بكره او يحجز على فلوسه بكره او فجاه يلاقي نفسه في السجن بكره، مش هينفع. لابد من نظام تقاضي عاجل وعادل وناجز، هو ده اساس العدل، اساس الملك الحقيقي. بشكركم، نتقابل بكره باذن الله، وهذه لميس الحديد، وحييكم، تصبحوا على خير.